لله وإنا إليه راجعون. صبي صبي لأمك. طبي لي ولا شيء، ما بيت قهوه ولا اشرب شاي ولا بيشرب شيء انا بد، ولا قهوه معه، ولا قهوه معه حمود، ولدي بالسجن مسجون. اركدي وانا اختت اركدي وعيني من الله خير. يا يمه يا حبيبتي وسعي صدرك، حمود رجال ما بزر تخافين عليه. هذا ولدي وحيدي، شلون ما خاف عليه؟ شلون ما خاف عليه يا جهي؟ تلقينا هالحين مربطينه بسلاسل وقاعدين يجلدونه وما ندري وش اللي حاطه وش اللي مسوينه فيه الحين. لا انا قلبي ما يطاوعني، والله العظيم قلبي ما يطاوعني. احاول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله ما يجلدونه ولا يربطونه بسلاسل، والعيال الحين معه بالشرطة يحاولون يطلعونه، وإن شاء الله ما يرجعون إلا وهو معهم. بس انت اركدي وعيني من الله خير. إن شاء الله يما. يا الله يا كريم، يا الله أني وكلتك أمري، يا الله يا رب أنك ترجع لي سالمًا غانم. يا الله يا كريم. اللهم آمين اللهم آمين. سجلت بيانات المعلومات حق خالد؟ نعم. خالد أنت عارف أنه قريبك حمود عندنا في التوقيف؟ نعم. وعارف ليش؟ نعم. وانت انقبض عليه وانت كنت معاه صح؟ صحيح. طيب هيا دحين ابغاك تحكي لي القصه من ساعه ما خرجته من الالف للياء وبالتفصيل الممل. قول. احنا طال عمرك كنا في شو اسمه في الحراج انا وحمود، جانا واحد يبي يبيع عفش بيت. وقف وقف، انا ما اقول لك بالتفصيل الممل. ايوه طال عمرك انا بس يعني توني يعني ابغاك تفصل الكلام اللي تقوله كلمة كلمة. اسمه ايش؟ شكله ايه؟ لونه ايه؟ فين ساكن؟ فين راح؟ فين جاء؟ حتى الاماكن اللي رحتوها والشوارع تفصل لي اياها وتقول لي اسمها. يلا. سمعت ايش قال لك؟ نبغى ادق التفاصيل. حكينا الحكاية من الالف للياء. الراجل شكله ايه؟ ملامحه؟ اسمه؟ وين رحتوا بعدها؟ احنا طال عمرك كنا في الحراج انا واخوي مو اخوي ولد خالتي حمود، ولد خالتي طال عمرك عندنا عيال خاله انا وحمود. الا اقول لك قبل ما تبدا انت سم. انت ما تحب الرياضه؟ لا ما احب الرياضه، كيف الكلام؟ حمود اللي قال لكم كلام هذا؟ مالك ومال حمود؟ سيبك من حمود، اقول لك انت سم. الرياضه تحبها ولا ما تحبها؟ طبعا احبها، كيف ما احبها؟ ما في احد ما يحب الرياضه حق الله يسلمك. احب الرياضه الحقيقه وخصوصا اذا كان يعني اذا كان الهلال موجود. هلالي انت؟ هلالي. الا قل لي سم. المباراه الاخيره ايش صار فيها؟ والله يعني الحقيقه يعني عفسنا الحكم.